السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نعمل اوبننج في الباك في اكتر من طريقة، ممكن تعمل سيلكت على الحائط وبعد كده تقول له البروفايل وتضيف اي شكل انت عايزه زي كده وتقول له موافق، فعمل لك الاوبننج بالشكل دوت. او حاجة تانية ممكن تعمل سيلكت على الوول وهتلاقي وول اوبننج وتبدأ ترسم الاوبننج اللي انت عايزها بالشكل دوت، وهتلاقي برضو من architecture هتلاقي الopening، هتلاقي ان انت تقدر تعمل الopening. هتلاقي نختار مثلا حائط او نرسم حائط اهوت، مع انها مش ظاهرة في هنا group view. بالشكل دوت تقدر بعد كده تقول له انا عايز اعمل اوبننج في الوول بالشكل دوت، تقدر تحدد من هنا لهنا. هنعمل هنا بالشكل دوت، لو بصينا في 3D على الحائط اللي احنا رسمناها اهيت، تلاقي الاوبننج بالشكل دوت. او ممكن احمل فاميلي، اقول له انسيرت لود فاميلي واحمل من الويندو اللي هي اوبننج دي، عباره عن ويندو بس ما فيهاش الاطار بتاعتها. فاجي انا من كومبوننت واقول له بريس كومبوننت، ظهرت لي الاوبننج اهيت، اروح حاططها اهيت، تقدر تعمل سيلكت ليها وتغير الابعاد بتاعتها زي ما انت عايز. موجوده اهيت ماشي 700 في 700، وسهل تعمل لها السكادول بتاعها بحيث تعرف اماكن فتحات واسمائها وشكلها.